ورحمة الله وبركاته. أعزائي الباحثين وطلبة الدراسات العليا، اليوم راح نتعلم فد سكول جديد ضمن الـ RGIS. هو بسيط، هو كيف نعمل إحنا كليب أو اقتصاص شيب فايل من شيب فايل آخر. نتعلمه باي أبليكيشن. اليوم دا نستد 2 شيب فايل، بس هذا شيب فايل يمثل خريطة كاملة لبلد تتضمن توزيع التراب، والشيب فايل منطقة الدراسة اللي أعنيها أني أو دراستي مثلا تكون بها تكون هكذا، تمام؟ فأني أريد أقتص هذا الشيب فايل، أريد أقتص الشيب فايل اللي إحنا نسميه الصغير من الكبير. فكيف أقتص من هذا الكبير؟ تروح على هذا الخيار اللي موجود بالأعلى اسمه جيو بروسيسنج، تختار كليب. هذا يقص شيب فايل من شيب فايل، مو شيب فايل من راستر أو شيء. إذا كان عندك الاثنين شيب فايل، سو أول نمبر 1 انبوت الفيتشرز اللي أنت تريد تقتصها اللي هو هاي، تمام؟ الكليب فيتشرز اللي راح تقص عليها أنت راح تقص على هاي، تمام عيني؟ يعني أنا أريد من الكبيرة اللي راح أقصها أقص على هذا الأصغر، تمام؟ هذا مكان الخزن، أوكي. إكستنت يمتد وذن ضمن يعني الانفايرومنتال، البروسيسنج إكستنت. نفس الكشمة، نفس اللاير مال الشيب فايل الصغير، اوكي اوكي. بالاسفل يعطيك الاوبشن اللي خاص بالكليب، عملية الاقتصاص. هاي اذا كانت الاثنين شيب فايل، يعني الطبقتين شيب فايل، وانت تريد تقص هذه الشيب يعني الطبقة اللاير من هذه الطبقة. افتر ذات هسه نلغي الطبقة الأولى ونلغي الطبقة مال الشيب فايل. هسه نبقي هاي الطبقة، هاي الطبقة اللي بقت هي هاي تمثل عملية القص. لاحظ هاي الطريقة شقد سهلة وبسيطة، اللي هي اقتصاص شيب فايل من شيب فايل. هاي تمثل لي طبوغرافية نوع من أنواع الكيس ستدي الخاص بالسوير. فإذا كانت عندك شيب فايل من شيب فايل تريد تقتصها، تستخدم الأوبشن اللي خاص ضمن الجيو بروسيسنج اللي هو خيار الكليب. إذا عندكم أي سؤال أو استفسار بخصوص أوبشن أو مهارة تتعلمونها، راسلونا على القناة وإن شاء الله نسوي بها فيديو. نلتقي بكم على فيديوهات أيضا قصيرة بمهارات ضمن الجي آي إس محاضرات قادمة. دمتم بأمان.